امرأة تسأل فتقول إن زوجي قد تزوج بامرأة ثانية في بلد آخر وهي لا تعرف أنها الزوجة الثانية سؤالها هل يجوز لي أن أتصل بها وأن أخبرها أنها هي الثانية وأني الأولى؟ ما عليك منها، إنك إن قصر في حقك فطالبي بحقك، ما قصر في حقك فاتركيها، ما عليك منها. نعم.